اللي بنهتم بيها تاني وتالت الاغتصاب، وبنهتم بيه علشان نشوف ازاي الناس تتعامل مع هذه القضية مجتمعيا وامنيا وقانونيا ومعيشيا. اوعى ابدا تقول لبنتك روح اشتري حاجة من عند المحل ده مهما كانت ثقتك فيه. ده اللي حصل في المشهد اللي هتشوفوه. وانا بقول ده ليه؟ علشان ننبه الناس. يعني جزء من مناقشتنا للقضايا هو مش تسليط الضوء على واقع كئيب زي ما البعض بيقول، او اختيار حوادث بعينها، لا، علشان الناس ممكن تستفيد من ده. خلي دايما ابنك وبنتك امام عينيك في هذه الايام، ليه زادت فيها معدلات هذه النوعية من الجرائم بشكل كبير. اهو ده صاحب محل هتشوفوه وفي قرية، ودائما الروابط العائلية والاجتماعية بتكون كمان هي الحكم الأساسي. يعني ولا أحد يتخيل أبدا. شوفوا حالة الأمان عند ناس كتير، يبعت بنته أو ابنه خدي فلوس واشتري اللي انت عايزاه من المحل اللي قدام البيت أو اللي بعد البيت بشوية أو اللي جنب البيت. لكن حد يتخيل انه احيانا بتحصل هذه الحالات، او كثيرا ما تحدث في مجتمعنا، انه يبقى في عندك ذئب بشري في المكان هتشوفه عمل ايه في هذه الطفله يعني. لكن الهدف من ده انه كل اسره بسيطه متوسطه كبيره ما تخليش ابنك او بنتك يبعد عن عينيك مهما كانت الثقه اللي يمكن أن تضعها في الأشخاص. تقرير مخيف عن الاعتداء الجنسي على طفلة، من مين؟ من صاحب محل بيعيش في نفس القرية، بيشتروا منه دايما. حالة الثقة عند الأهالي خلاص بتخلي هذه الحوادث تحدث كثيرا بالشكل اللي هتشوفوه. لم تكن تلك الحالة لتنتاب الطفلة ياسمين قبل أن تتعرض لذلك الموقف الذي قتل جزءا كبيرا من البراءة داخلها. واجهت تلك الطفلة البريئة لحظات رعب زلزلت كيانها النفسي وأحدثت تهتكات وشرخا نفسيا هائلا. انتهكت كرامتها وانتهك شرفها، فكانت ضحية لذئب بشري اعتدى عليها بمحله بعد أن أحكم إغلاق أبوابه مستغلا براءتها وسلامة نيتها. أنا كنت رايحة أجيب خالته، جريت كنت عطشانة، رحت على المحل قلت له عم عايزة نشرب، راح جاب لي إزازة كان، قال لي اقعدي طب اشربي هنا. لقيت اللي بينزل الدكان جامد وتنيت أعيط، بقى يكتم صوتي كده، حط ايده على بوقي وانا كده ونفسي بقى يروح ومش قادره اتكلم، لغايه ما كتفني كده ورجلي دي كده وعربتني في الكرسي زي اللي انت قاعده عليه ده من تحت، وتنيت كنت خايفه، تاني يضربني بالعصايه على دراعي وعلى راسي المقشه، لقيته مش لابس هدومه خالص ومكتفني لاخر ما تاني يخبطني في الحيطه جامد كده، وانا تنيت مفتحه عينيا لقيته مش لابس هدومه وولعني هدومي مطرح ما كان مكتفني، وكان لقيت بتاع قلعك هدومك كلها حتى الفليله الداخلي مش لاقياها. انا حطيت لي المشرط هنا، خالته رنت عليا قالت لي يلا روحي، انا روحت. يعني خالته اتصلت بيكي وهو حاطط المشرط على رقبتك؟ ولما خالته كانت بتكلمني قال لي قولي لها ماشي، تنيت اقول لها حاضر هاجي. انت خايفه تقولي لها ان انت عند عمه اللي بيعمل فيكي حاجات؟ طب ما كان حاطط المشرط هنا، من كتر خوفي قلت لها حاضر. لقيت اللي بيفتح الدكان مشي، لقيته بيفتحه وفكني، لبست هدومي على طول وكنت خايفه، وتاني يقول لي
والمصحف انت لو تقولي لأهلك على حاجة ولا مامتك ولا الحكومة انا ممكن امسك قتلك واقتل اللي ضربوكي كمان وقال كلمة عيبة. لقيت اللي بيطلعني وكان في ريحه راجل كده بتاع المطعم زي بتاع حاجات المطاعم والانترنهات. اول ما طلع يلا السلام عليكم الراجل اللي كان لابس عباية ده للطنط صورته، كان لابس فانيلا من السكوب بني وبنطلون الاسمر اللي كان عليه. انا بقول له حسبنا ونعم الوكيل فيك اللي انت عملت فينا كلنا، ومش عايزك كده تعمل في بنت تانية كده. ربنا يديب لنا حقنا. وبقول لكل أم تغلب لها من بنتها، مش عايزين حد يعمل كده في عيال صغيرة تاني. حرام يعني لما يعمل فينا كده. وكان الناس عمه الشيخ اللي كان هناك كان عايز يخلي ماما تتنزل وتاخد فلوس، انا قلت لها لا وماما مرضتش عشان ماما عمرها ما سبت حقنا. عايزة ياخد 100 حكم بس. حساس أي أم؟ أي أم بتحصل لها كده؟ لك بتقف موقف زي ده لما ياخد طفل عارفة كده يفلي كده في الاخر يحصل لبنتي كده؟ لا حرام، شخص شجاعه وتعب ان طفله يحصل لها كده. واخده بعدي وطلع على الاسم، مشوفتش بنتي بقى فيها ايه، انا خدتها على كلامها كده وطلعت بقى على الاسم. المهم عملوا محضر حجزونا بيتونا فيه، بيتونا. فقلت لهم انا معايا طفلين، كنت سايبه الولد ده والولد دوت في البيت قافل عليهم. يا جماعه انا امي واختي في المستشفى بيعملوا لابن اخويا عمليه. وعيالك لوحدهم كام في البيت؟ قلت للظابط واتحايلت عليه، قلت له طب خلي بيتي هنا وانا هنروح نفتح بس ونجيب عيالي، هنروح نفتح ونجيب عيالي. ما رضاش. قلت له انا دلوقتي يعني انا دلوقتي واحده بلغت عن الموضوع ده، ليه نتحبس وعيالي محبوسين في البيت طفلين صغيرين؟ فقلت للظابط عشان خاطري بس وديني نروح نفتح عليهم ونجيبهم، وبت معايا طب بيت نسيبها لكم ونروح. مش راضيين، حبسونا احنا وما جابوه، قعدوه واستقبلوه استقبال حلو، والطفله دي ما حاجه ضايع. والله والله ده احسن من اي حد. انا لو كنت طولت بره لو كنت ماسكاه موتها. عايزه حجها، مش عايزه اي حاجه اللي حجها. الظابط قال لي خش بص على بنتك، ما بقتش عارفه نعمل حاجه، بصيت لها قلت انا ما نعرفش. كان عندها التهابات، لقيت بين وراكها الاثنين ملتهبين اكنك جايبه حاجه وقطعها بين وراكها. بنتي نفسيتها تعبانه مش طبيعيه، ما بتضحكش زي الاول، ما هي ما كانتش بتبطل شنجار مع ده ومع ده ومع ده من ساعه ما جت. حتى خلاني اقوم امبارح لقيت البنت دخلت الاوضه وقفلت على نفسها خايف ما نامش من ساعه ما شفت بنتي كده. والله جابت بالليل دورت عليا لقيتها بتعضني. ايوه عايزه حجه، عايزه حجه عشان ما يحصلش معايا عيله تانية كده، ياخد حكم اعدام، ياخد حكم اي حاجه. المهم ان ما يسيبوش في الشارع كده، نلاقي طالع وقاعد في الشارع وهو بنتي حصل لها موقف زي ده وما بتنامش. ليه؟ انا لسه معديه وشايفاه. يعني انتوا صورتوه وشفتوه المحل انا ما بتبلاش عليه. الظابط قال لي انا هنشيل الحديد من ايدك وهنحطه في ايدك انت جاي تتبلى عليه هو. ايوه الظابط قال لي كلام وحش، قال لي كلام وحش قوي.
أول مرة أتحط في موقف زي ده. حالة تشويش وشرود واضحة على الطفلة، تنظر لمن حولها بشك وتوجس، فإذا لاقت من تتوسم فيه الأمان ارتمت في حضنه، فبأي ذنب يحكم عليها أن تظل أسيرة لانعدام الثقة في من حولها؟ مي عبد الرحمن، 10 مساء. طيب لو شفتوا طبعا الحالة دي اللي احنا شفناها، حالة الاعتداء الجنسي على طفلة، وانا واثق انه طبعا هيتم الاهتمام بالامر من نواحي، في ناحية مجتمعية عند العائلات اللي زي دي، حالة الثقة يعني اللي عندك كده انه روح يا بنتي اشتري حاجة، لانهم عايشين في مجتمع زي ده. الحالة بقى الصورة دي اللي انتوا شايفينها، يعني الراجل ده هو المتهم باغتصابها، وما كانش اتقبض عليه لغاية ما راحت عربية دريم تسجل، قبضوا عليه وقتها، وهنا كانوا كمان قبلها زي ما انتم شايفين الام اللي هي المبلغة هي اللي اتبهدلت. وانا واثق ان وزارة الداخلية هتحقق في الواقعة، وواثق انه مدير الامن كمان هيحقق في الواقعة، لانه ممكن يكون في اخطاء في التعامل مع قضايا من هذا النوع. اولا تخوف عائلات انها تبلغ، ده احنا عانينا من انه العائلات بتخاف تبلغ عن قضايا الاغتصاب، يقول لك انا يا عم احط اسم بنتي، ده هياخدون انا متهم، احط اسم بنتي في قضايا من هذا النوع. فكنا بنقول لهم يا جماعه كده انت بتخلي الذئب البشري يفلت من المسابقه، انت بتكافئه، انت بتديله طوق نجاه. واحيانا بعض عشان كده شوف الراجل قال لها ايه، بيهدد البنت، فقال لها انه انا هدبحك لو قلتي لاهلك او قلتي لحد او قلتي للناس، هو التهديد بالشكل ده يعني.